تبع لعمل استعلاماتي لافراد فصيله الابحاث الدرك الوطني بالمسيله، وبعد وضع خطه عمليه محكمه تم تحديد عناصر الشبكه الاجراميه الدوليه المختصه في نقل والشحن والتجار غير الشرعي للمخدرات. بعد تتبع افراد الشبكه تم توقيف شاحنه عند تفتيشها تفتيشا دقيقا، عثر على كميه معتبره من كيف معالج مخبأه باحكام في العجله الاحتياطيه. مكنت هذه العمليه من توقيف 5 أشخاص وحجز 16.9 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين ومبلغ مالي قدره 289 ألف دينار جزائري و5 هواتف نقالة. سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.